عروسة بس ميزانيتك محدودة وعايزة عطور ريحتها غالية بس بسعر كويس من ايفون، هكلمك النهاردة عن 5 ترشيحات يجننوا. اول واحد هو ماكسيما ايكون، بصي وانت حطاه انك لابسة وخارجة، عطر انيق معتدل فلوري عنبري، في حمضيات مسكرة على خفيف وفي لمسة جلد ناعمة بتدي الشياكة ومدية العطر فخامة. تاني واحد وهو فراوي ريبل، وده بقى اللي يتقال عليه سكر محلي محطوط على كريمة، لان هو فعلا فيه كريمة مخفوقة وفيه فواكه حمراء وبرقوق وكراميل وشوكولاتة وفانيليا وزهور برتقال، عطر سويت وجورمند ومرضي لاغلب الاذواق، والاهم بقى انه فواح وهتدعيلي عليه. لاف يو، وده لمحبات وعاشقات الورد الدسم الورود اللاكتونية اللي محطوطة عليها كريمة، عطر خشبي فلوري وريحته شبه الافراح، هتحسي وانتي حطاه انك قاعدة في فرح، كأنك شايفة ورد وتورته وعصاير وكراسي خشب. اتراكشن ديزاير، وده بقى عطر جوسي فيه زهور بيضة محلاة بعصير كريز مسكر مع قاعدة من العنبر الناعم وحتة بودرية خفيفة من الايرس، انثوي ولذيذ، عطر جذاب كده وحميمي وأداءه غير مزعج اطلاقا، سهل الارتداء في اي وقت بس انا برشحه بالليل اكتر لانه هو سويت قوي. لاك بقى، وده عطر الحظ عبارة عن بونبوني توت احمر وعليه شوية زهور بيضة وسن حمضيات واخشاب وحتة بودري خفيف كده، عطر متكامل ومتوازن وصعب انه يتوصف، صوت بشكل بروفيشنال، تركيبة مميزة وثابتة وقوية، تعيج ذوق مميز ويكون بيقدر العطور المختلفة.